عسلامة ومرحبا بكم من الناس الكل في الليمو ماج، البرنامج العقاري اللي معانا فيه لو ريزو داجونس ايموبيليير نيميرو 1 في تونس تكنو كازا. اليوم نحطوا الرحال في مدينة قصر هلال، مدينة قصر هلال اللي عندها دور ريادي في الحركة الوطنية، كان عندها دور في سنة 1864 في ثورة علي بن خذام، حيث تم حينها إثقال كاهل أهاليها بالضرائب، وكان دورها مهم كذلك من خلال ولادة الحاج علي صوغة سنة 1870 اللي ساهم في تأسيس وكذلك في المعمار فيما يتعلق بمدينة قصر هلال، عاون برشا الأهالي وعنده صيت وحظوة خاصة في ذاكرة أهالي مدينة قصر هلال. نمشيو بالتاريخ إلى 2 مارس 1934 وخلينا نقولوا مؤتمر التأسيس الحزب الحر الدستوري الجديد اللي قاد معركة التحرير الوطني وصولا إلى استقلال تونس. اليوم احنا موجودين في قصر هلال مش نخدموا مع لاجونس تكنو كازا قصر هلال، وكما استنستوا كالعادة مش نتعرفوا على الكليون بتاعنا. مقبل كل شيء انت اللي تفرج فينا تنجم تكون موجود في الاميسيون هذية ونجم نعاونوك إذا كانك تحب تشري وإلا تبيع وإلا تكري أن بيان إيموبيلي. إذا كل كي تتصل بنا على الرقم 31 364 ألف، وقايد تو باش نبدأ حلقتنا على بركة الله من مدينة قصر هلال. موجودين كالعادة في الأجنس تكنو كازا قصر هلال، إن شاء الله مبروك عليهم الأجنس هذه مازلت جديدة وتكتشفوها تباعا في حلقة اليوم. وكالعادة لو مومون دو لا رونكونتر اللي نبداو به حلقتنا نتعرفوا من خلاله على الكليون انفيتي نتاعنا بوغ سيت ايبيزود اللي هو سي وضاح. سي وضاح مرحبا بك. مرحبا بك عايشك. صح شنو أحوالك؟ الحمد لله عايش. نتعرفوا عليك أكثر. وضاح أشتيك دونتيريور من قصر هلال. دونك اليوم اللي فهمتو أنا اللي انت مكلف بمهمه من طرف ان كليون نتاعك بما انك اخشيتك دانتيريور على اساس انك باش تلقى له لو بيان كي شيخش. عندي ان كليون هو على ترونجي من اصله من قصر هلال يلوج على ان ابارتمون اس بلس 2 اس بلس 3 حسب البيدجي اللي عنده. دونك جيت لتكنو كازا قصر هلال حبينا نشوفوا معاهم ما نلقاوش الابارتمون اللي لوج عليه معناتها ان شاء الله يا ربي في اخر الحلقه هذيا نلقاو له البيان اللي لوج عليه كما يحب عليه هو بالضبط. ما فماش ما خير منك انت بما انك اخشيتك دانتيريور اون بلوس بيناتكم صديقة. دونك الحكاية هذه مناطة بعهدتك انك تلقى له البيان اللي لوج عليه ولي ديتاي الكل ان شاء الله باش نشوفوهم ونيفو دو لاكورديناتريس نتاع لاجونس تكنو كازا قصر هلال في لاجونس قصر هلال. تفضل سي وضاح. مرحبا بك عايشك. موجودين اليوم في قصر هلال نجيو للاجونس الجديده نتاع تكنو كازا قصر هلال. صح قبل كل شيء بما انه نحبوا نهنيوك على الاجونس مرحبا بينا بحذاك لاله سوا. يعيشك امين. مرحبا بك. حضرنا عليك كولابوراتريس واليوم نحضروا عليك في البوست الجديد نتاعك كوم ايتون شيف داجونس تكنو كازا قصر هلال. مبروك. يعيشك فضلك. ومبروك عليكم لوكا. يعيشك. دونك عملتوا لينوغيراسيون سيتي في الديبيو نتاع الموا جانفي. لو 30 جانفي اون فيت. ولا بديتو سنة 2024 باللوكال الجديد نتاعك. ماذا بينا نعرفوا سوا ناخذوا فكرة على البخيم تاع المتر كاري في قصر هلال، نعملوا أنتي رابيل للسادة المشاهدين ونحكيو خاصة على لا دوموند. دونك لي كليون نتاعكم كي يتوجهوا لكم لهنا في قصر هلال أكثرية لي دوموند نتاعهم في شنو تتمثل؟ احنا هوني اون فيت أكثر حاجة دوموندي عندنا لي تيغان اللي هو السوم متر كاري نتاعهم لهنا دوموندي على خاطر ني با شير بارابور لي زوطخ زون. دونك هوني عندنا متر كاري اونتخ 300 دينار لو متر ونوصلوا أكثر حاجة عندنا 900 دينار في لابيتاسيون و 1500 اون كرون ماكس في الكوميرسيال. وأكثر حاجة عندنا دوموندي لي تيغان وميم لي زابارتمون. نحكيو على قصر هلال سوار قصر هلال مدينة تاريخيا مهمة حتى في تاريخ الحركة الوطنية وقصر هلال قطب من الأقطاب الصناعية خاصة فيما يتعلق بصناعة النسيج. نزيدوا نتعرفوا أكثر على قصر هلال اليوم نلقاو فيها برشا بني معناتها مقارنة بقبل تحركت شوية فيها في برشا بني. عندنا برشا لي ريزيدونس طالعين جدد توا. عندنا برشا اون فيت هوني ياسر يعملوا لي ديبو. برشا الديار زاد ستيل أرابيسك. اي لي ميزون دونك ارافيسك يميزوا الطابع المعماري نتاع قصر هلال موجودين اكثر في السنتر فيل نتاعنا. واضح يا ليلى ان شاء الله اليوم في نهايه الحلقه نتاعنا بما انه في اجنس جديده وسيتك في بوست جديد ان شاء الله نلقاو البيان اللي لوج عليه الكليون نتاعنا اللي حطيناه ديجا اون كونتاكت مع لا كورديناتريس سيوار كوزينا
يعطي في الديتاي والتفاصيل نتاع الروكيت نتاعو. يعطيك الصحة، بون كوراج، بالتوفيق، يعيشك. ميرسي بوكو، مرحبا بك أمين. عايشك عايشك. عسليمة، مرحبا بك مسيو وضاح اليوم في الاجنس تكنو كازا قصر هلال. دونك كيفاش باش نجم نعاونك اكزاكتومون؟ عندي ان كليون يعيش البرا هو دوريجين من قصر هلال، يحب على ان ابارتمون في قصر هلال. باهي، بالنسبة للبيان اللي لوج عليه الكليون، اسكو باش يعملوا بور انفستيسمون ولا باش يسكن فيه؟ لا، هو باش يسكن فيه ديجا، معناتها يحب على حاجة S plus 2, S plus 3, معناتها اللوجور والحاجة كاكا في السنتر فيل. بالنسبة للتيبولوجي نتاع البيان، اسكو يحب على S plus 2, S plus 3؟ كيما قلت لك، معناتها تحب على حاجة S plus 2 ولا S plus 3، جوست معناتها نشوفوا سور بلون معناتها شنو موجود وباش نعلموا ونشوفوا معناتها اللي معاه. بالنسبة للكليون عنده اكزيجونس كونسيرنون ليتاج؟ هو ما يقلقش، هو يحب معناتها كيما نقولوا حاجة كان باش تفوت R plus، معناتها R plus 2، يولي يحب على حاجة بالاسانسور. باهي، وبالنسبة للبلاس باركينغ باش تكون اوبليغاتوار ولا مانيش مربوطين؟ لا لا، مش مربوطين. باهي، ابوبخي البيدجي قداش هكاكا ما يفوتش؟ هو من 200,000 حتى 300,000 حسب. داكوغ، كيفاش باش تكون الموداليتي دو بايمون؟ كونتون شكرا. باهي، وان كاو نلقاو حاجة معناها تفوت ال 300، عندنا البوسيبيليتي انو الكليون باش يتعدى بكريدي ولا؟ والله نهار كي نشوف معاه هو شنو يحب هكاك. On va insérer la demande dans le système. Inch'Allah, nous allons calme concernant les rendez-vous pour les visites. Ou merci beaucoup. Merci beaucoup. Aïchek. Aïchek. Sleiman. Requête اليوم في الليمومات تتمثل في كونه سي وضاح واللي هو architecte. جاي يلوج معانا في الاجنس تكنو كازا قصر هلال pour le compte de son client على ان اس بلس 2 والا ان اس بلس 3. والبودجي باش يكون بين 200,000 و 300,000 دينار. وباش يخدم على روكيت اليوم من الاجنس تكنو كازا قصر هلال كل من وسام مرابط، كونسيون ايموبيليي عمره 22 سنه، عنده ليسونس ان كونتابيليتي واربع شهور خبره في الايموبيليي مع تكنو كازا، ومعاه زميلته نهال عابد كونسيير ان ايموبيليي عمرها 26 سنه، عندها ليسونس ابليكي ان جيني دي ماتيريو وسبع شهور خبره في الايموبيليي، ومعاهم الزوز منيار المزوغي كونسيير ان ايموبيليي عمرها 26 سنه، عندها BTS Comptabilité en Finance وشهرين خبرة في الإيموبيلي مع تكنو كازا. تلمينا معاهم كالعادة لي 3 كونسيي متاع الأجنس تكنو كازا قصر هلال واللي كونسيرني بالروكيت متاع اليوم، تحت إشراف الشيف داجنس سيوار بن صغير وبمشاركة الكورديناتريس سيوار كوزينة اللي مدتهم بتفاصيل الروكيت متاع سيوار ضاح في حلقة اليوم. أول فيزيت وأول اقتراح يجينا من عند الكونسيي وسام مرابط اللي باش يحكينا على دار عربي مزينة ياسر في وسط المدينة في قلب قصر هلال. خلينا نكتشفوها معاه. عسلامة، مرحبا بكم. احنا توا في وسط بلاد قصر هلال في حومة القصر. اخترنا الكليون دو مسيو وضاح اون ميزون دو ستيل ارابيسك. دونك ابروبو في الزون هذه عن لو متر كاري، لو بري دو متر كاري بلوتو، دونك فاري اونتر 600 و 700 دينار. دونك مرحبا بكم، هاي نشوفوا الدار. كما تشوفوا اليوم دونك عندنا دار دو ستيل ارابيسك، فيها ثلاثه بيوت وصاله، avec superficie terrain de 275 متر كاري. Terrain est couvert de 200 mètres carrés. Le prix est de 235 000 dinars. Nous allons salon est 23 mètres carrés. Il y a un chouba qui est à l'achère. Accès à l'ouest-d'art et communiquant avec la première pièce. Fadlo. البيت نتاعنا فيها 20 متر كاري فيك بلاكار وشباك يحل الوسط الدار.
هاي نمشي ونشوف البيت الأخرى. البيت متاعنا الثانية فيها 14 متر كاري، هاي نتعدي ونشوف الثالثة. البيت هذه فيها 9 متر كاري، فيها شباك يحل على الشارع، هاي نتعدي للكوجين. الكوجينة متاعنا فيها 9 متر كاري افيك ان بلاكار انكاستري، هاي نتعدي ونشوفوا لي بوان دو. عندنا هوني البوان دو ودوش ولي دو سون رينوفي. من وسط الدار تعدينا توا للجراج، فيه 25 متر كاري ونجمو نستغلوه ان طونك سيجور والا جراج. كيما عندنا اللوطه 200 متر كاري كوفير نلقاوهم الفوق، والفوكاسيون تسمح لنا باش نبنيو دو زيتاج. كان هذا البيان اللي اخترناه لليوم تاع مسيو وضح، ان شاء الله يعجبو. C'est une maison indépendante, Dwira Arbi, فيها 275 متر مربع، النجم نقولوا عليها سيت ان اس بلس 3 وسومها 235 ألف دينار. ثاني فيزيت وثاني اقتراح يجينا من عند الكونسيير اون ايموبيليي نهال عابد، واللي تقترح بورتمان اس بلس 3 في السونتر فيل نتاع قصر هلال. احنا اللي موجودين في سونتر فيل قصر هلال اكزاكتومون في ريزيدونس اللي فيها لابارتمون تاعنا. هون المتر كاري فاري انتر 2200 و 2400. الريزيدونس هي بيان سيكوريزي وين نلقاو لي كاميرا دو سورفيلونس في كل ايتاج. وتو نمشيو نشوفو لابارتمون تاعنا. احنا تو موجودين في لابارتمون تاعنا، سي ان اس بلس 3 اون دوزيام ايتاج، دو سوبرفيسي 150 متر كاري و 335 مليون. وكيف ما نشوفوا لونتري تاعنا تعطي ديريكتومون على صاله، دو سوبرفيسي 30 متر كاري بيان اكليري، تعطي ديريكتومون على اون بي فيتري تحل على بالكون. احنا تو موجودين في الكوجينة متاعنا، الي اجونسي باغ دي زيليمون دو رونجمون، اوسي فما الانستالاسيون متاع الاوت والبلاك والفول، زادا فما انستالاسيون متاع الغاز دو في. الكوجينة متاعنا تعطي ديريكتومون انكسي على ان سيشوار وين فيه انستالاسيون دو ماشينة لافي، وتو نجمو نتعداو للبلوك دو نوي متاعنا. احنا تو في البيت الاولى اللي فيها 11 متر كاري، زادا فيها انستالاسيون متاع تلفزة. تو نجمو نتعداو للبيت الثانية. احنا تو موجودين في البيت الثانية اللي فيها 12 متر كاري وزادا فيها اندريسينغ اونكاستري. تو نجمو نتعداو للسيت بارونتال. دي لونتري باش نلقاو دريسينغ على كبر الحيط، السوبرفيسي نتاع الشامبر نتاعنا هي 20 متر كاري، وين نلقاو اون دوشا ليتاليان. تو نمشيو بعضنا للبوان دو. احنا تو في البوان دو نتاعنا، وين نلقاو زادا اون دوشا ليتاليان، وفما شباك.
وهكا نكونوا كمان الفيزيت على لابارتمون تاعنا سي ان اس بلس 3 موجود في الدوزيام ايتاج. حبيت نفكركم لابارتمون هو ديريكت بروموتور وين لاشتور نجم يتمتع ب 1% فري دونغوجيسترومون وان شاء الله يعجب لك اليوم تاع سي وضاح. C'est un appartement S plus 3, فيه 150 متر مربع, au deuxième étage d'une résidence موجودة في وسط مدينة قصر هلال, وسومو 335 مليون. ثالث وآخر اقتراح بالنسبة لحلقة اليوم من ليمو ماغ في قصر هلال, يجينا من عند الكونسيير منيار المزوغي. واللي تقترح un appartement S plus 2, خلينا نكتشفوه معها. عسلامة, احنا اليوم موجودين بالتحديد في سنتر فيل قصر هلال, ريزيدانس برولز. هوني المتر كاري يمشي entre 1800 et 2000 selon le standing. اليوم شو نشوفوا لابارتمون تاعنا في الغيت شوسي. هاي تفضلوا معايا نشوفوا لابارتمون تاعنا. احنا موجودين توا في لابارتمون تاعنا S plus 2 في 84 متر كاري سومو 170 مليون. تفضلوا معنا نشوفوا الصالون. كما قاعدين تشوفوا احنا توا في الصالون تاعنا زاوية مشرها تحل على تراس اكستيريور. نتعداو توا نشوفوا الكوزينة. كما قاعدين تشوفوا احنا توا في الكوزينة تاعنا غوطة بيانوف فيها بلاكار وعندها طلع على الاكستيريور. هيا نشوفوا البارتي نوي. وتوا نجيو للشامبر الاولى فيها 12 متر كاري عندها فناتر تحل على جاردن تاع ريزيدونس. نمشيو توا للشامبر الثانيه. توا نجيو للشامبر الثانية كيف كيف فيها 12 متر كاري ومعها بلاكار. نمشيو توا للبوان دو وهوني نلقاو سال دو وسال دو دوش سيباري اي روتابي انو. كان هذا لابارتمون اللي باش نقدموه لسي وضاح ان شاء الله يعجب لك اليوم تاعو. سي ان اس بلس 2 فيه 84 متر مربع وسومو 170 الف دينار. مرحبا بكم في مينوت كونساي تكنو كازا. اليوم باش نحكيو علاش فما برشا عباد تفضل تشري ديريكتومون من عند باعث عقاري وعباد اخرين تفضل لي بيان دوزيام مان ولا لي بيان اونسيان. لي لوجمون نوف باش نلقاوهم تري براتيك اي فونكسيونيل. ما فماش دي اسباس بيردو باش نلقاو فيهم دي زوفرتور كبار وباش يكونوا ضاويين وبطبيعه الحال باش يكون لو ستاندينغ مودرن. ما لازمناش ننساو زيدا اللي المساكن الجديده باش تكون معده بكل التجهيزات اللي تسهل علينا الحياه اليوميه كيما التكييف لي اسانسور لي باركينغ سو سول. على هذاك باش يكون سعر العقار الجديد اغلى من لي بيان دوزيام مان. اما ما لازمناش ننساو اللي لي زيكيبمون اللي باش يكونوا موجودين في مسكن جديد باش يكون لا ماجوريتي فيهم دي غارونتي من عام الاكثر.
بالنسبه لمعاليم التسجيل في لي بيان نوف باش يكونوا ارخص برشا من لي بيان دوزيام مان، واللي هما يبداو من 1% بالنسبه للعقارات اللي باش يكون سوقهم اقل من 500 مليون. بالنسبه للي بيان دوزيام مان ولا المساكن القديمه، يقعد ديما عندها طابعها الخاص واللي تتميز بكبر المساحه، سورتو كان نحكيوا على سيرفاس دي بيس، كيما زادة تكون موجوده في الاماكن اللي قريبه للي سنتر لي كوموديتي الكل لي زيكول ولو ترونسبور بوبليك. لي بيان اونسيان باش نلقاهم جينيرالمون في لي زون ولي كارتيي اللي فيهم نسبه طلب كبيره، وجينيرالمون ما تلقاش دي بروجي نوف، على هذاك سعر العقار في لي زون هذوما يرتفع بنسبه كبيره. اليوم كيف تشري دار قديمه لازمك تكون حاضر اللي فما دي ريباراسيون افير ولا دي ترافو دو رينوفاسيون، سورتو كي يبدا المسكن قديم، تنجم باغ اكزومبل تبدل الكوجينه لي سانيتير الشبابك. بالنسبة لمعاليم التسجيل في لي بيان دوزيام مان يبداو ب 6% للعقارات اللي يكون سعرها أقل من 500 مليون، ويوصل 10% للي بيان اللي يكون سعرها أكثر من مليار. وإن شاء الله في حلقة أخرى نزيدو نفسرو لكم بالكدا معاليم التسجيل في لي بيان نوف ولي بيان دوزيام مان. وكان عندكم أي استفسار آخر تنجمو تكلمونا على الرقم 31 364 ألف. مرحبا بكم من جديد في الليمو ماك. في حلقة اليوم جاء بحثنا سي وضاح، سي ان اركيتيك دانتيريور، اللي كلفوا صديقه بمهمة انه يلقى له ان بيان، دونك الى اسوري 3 فيزيت. ساعة قبل كل شيء سي وضاح مرحبا بك. مرحبا بك عايش. دونك جيت بحثنا لاجونس تكنو كازا قصر هلال، يافي لا بروميير فيزيت اللي كانت مع الكونسيي وسام مرابط، شفتوا فيها دار عربي 275 متر مربع، سي ان اس بلس 3. في وسط البلد العربي نتاع قصر هلال في حومة القصر، وسومها 235 ألف دينار. والدوزيام فيزيت كانت مع الكونسيير نهال عابد، شفتوا فيها نيس بلس 3 في 150 متر مربع، كيف كيف في وسط البلاد نتاع قصر هلال، وسومه 335 مليون. لا ثوازيام لا ديرنيير فيزيت سيتي مع منير المزوري، شفتوا انيس بلس 2 او ريتشوسي دون ريزيدونس في وسط البلاد نتاع قصر هلال فيها 84 متر مربع، و سوم البورتمان 170 ألف دينار. دونك نحكيو على 3 فيزيت هذوما اللي كنت انت موجود فيهم شخصيا، واستعملتوا كذلك التكنيك 360 دغري اللي متوفره على السيت نتاع تكنو كازا. لصاحبك هكذا عمل فكره واضحه. دونك نجمو نقولوا اللي اخترتوا حاجه، معناها فما حاجه عجبتكم بارمي لي 3 فيزيت؟ هو طبعا حاليا حسب الفيزيت ماتيفيرتي اللي عملناها كل شيء عجبته الدار العربي. لا دوزيام لا ديرنيير كيستيون ديما في لي سيركونستانس اللي كيما هكا، نحب نعرف اسكو يساجي دون ديسيزيون فينال، معناها قررتوا انه هذاك هو البيان؟ هو طبعا معناتها مازلنا كي بدينا نحضر كل شيء نورمالمون سي بون، معناتها عجبته، اما جوست يحب يجي يشوفها معناتها راح من فرنسا يجي يشوفها سور بلاس وكل شيء. دونك دو سيمين يجي ان شاء الله يعمل فيزيت نتاعو ريال، و انا اتوندون لي دو سيمين هذوما ان شاء الله يجي بالسلامه ويجي بحذانا لهنا نقصر عليه، وان شاء الله انيماليه تكتب له. لكن خليني نقول اللي في الليمو ماك، دونك اليوم ما عندناش اون ديسيزيون فينال دو لابار الكليون تاعنا اللي موجود خارج حدود الوطن، نستناه يحضر هو زاد لهنا ويختار البيان هذا اللي مالي ان شاء الله يكتب له. مي اونتر تون اي اون اتوندون لي 3 بيان هذوما يقعدوا ا فوتر ديسبوزيسيون، تتفرجوا فيهم في فقره تاع ذمتكم، وينجوا يكونوا من نصيبكم كي تتصلوا بنا على رقم الهاتف 31 364 ألف. سي وضاح يعطيك الصحه. عايشك ميرسي بوكو، سيتي ان بليزير، عايشك ميرسي، وصلت معنا بالك. ونحب زاد كلمه اللي كيف تكنو كازا قصر هلال اللي يعطيهم الصحه، دونك عملوا اون ريشيرش سي بي دي. صحيح يعطيهم الصحه الكوليكي، وانا نعرفهم ديجا من قبل ما كنت عملت معاهم وكل. ميرسي بوكو، معناتها سهلوا لنا العمليه وحده كل شيء. يعطيك الصحه يا غالي. ميرسي بوكو، عايش. شكرا، الى اللقاء. عايشك.